درس مهم عن ترانسبوز، يعني تدوير. يعني مثلا عندي مجموعة من الأرقام زي دي، فعايز أدورهم أخليهم كده أو كده، يعني يجوا بدل ما هما ماشيين كده صف واحد يبقوا مجموعة من الإيه، يعني هما صف مجموعة من الصفوف، أو هما مجموعة من الأعمدة، الأعمدة دي تتحول لصفوف. طب إزاي؟ أول طريقة اسمها بيست سبيشال ترانسبوز. انا هعمل لهم سيلكت كده واعمل لهم كوبي، واجي في اي حته فاضيه وليكن هنا كده او هنا في اي مكان، يعني هنا مثلا بيست سبيشال ترانسبوز، هبص الاقيهم جم بالمنظر ده خلاص، يعني انا نقلتهم بالشكل ده. في يبقى دي اول طريقه، دي اول طريقه. بس اي تغيير هيتم في دي، يعني مثلا لو غيرت الخلية دي 44 كده مش هتتغير، دي مش هي دي 44، لو خليت دي 13 او 12 مش هتتغير، لكن هنا دي بتتغير لان انا عاملها بطريقة تانية. هنا دي في بيست سبيشال ترانسبوز. طب انا عايز هما ليهم علاقة ببعض اصلا، فالمفروض اما اغير في واحدة تتغير في التانية. ان انا عايز عندي داتا معينه ظاهره بالشكل ده، بعد كده عايزها تظهر بالشكل ده، لكن اي تغيير يحصل في السورس المصدر يتاثر التاني. هنقولها دي برضه، خلينا خطوه خطوه خطوه. في داله اسمها ترانسبوز فانكشن، داله. طب ايه فايده الداله دي؟ فايده الداله دي يعني هي هتقوم تقريبا بالموضوع ده، هي فيها الميزه دي غير اللي هي بيست سبيشال ترانسبوز. طب ازاي الكلام ده؟ هناخد برده كوبي، مش هنعمل بقى كوبي وبيست وكده، لا احنا هنعمل هنقف عند اي خليه كده، بعد كده ندوس على الفانكشن ونختار الداله اللي اسمها ترانسبوز. اهي ترانسبوز، ده انا عشان كنت مختارها فهي فوق ظاهره. بعد يقول لي ايه الاري، هو ده اري، بعتبر دي مصفوفه، يعني ما اري يعني مجموعه من القيم كده متخزنه، دي متخزنه في جي 7 ودي اتش 7 ودي اي 7 ودي جي 7، هختارهم، ادي الاري بتاعهم. لكن في الفيرجن الاصدارات اللي هي قبل 2021 لازم ادوس على كنترول شيفت انتر. بس قبل ما اعمل كده، يعني انا بس برضك بشرح الطريقه بطريقه بسيطه، يعني ان انا غلطت غلطه هنا، ان انا كان المفروض اختار، لو انا بس عشان الناس لما تغلط الغلطه دي يبقى عارف، انا هنا واقف على الخليه دي بس، مش معقول هيدورهم لي كلهم في الخليه دي فهيجيب لي اول رقم بس، هدوس انتر. فحتى انتر دي ما جابتش، طب انا هرجع تاني، جابت ايرور عشان ما دوستش على كنترول شيفت انتر. في الفيرجن من 21 والفيرجن اللي هي مايكروسوفت 365 مفيش خلاص كنترول شيفت انتر، عشان الناس اللي بتستخدم فيرجن حديثه. يعني هرجع تاني هنا اقف، بس هختار الاربع خلايا اللي هو 1 2 3 4، هو هيعمل لكل خليه، الفانكشن دي هتعمل لكل خليه ادوس عليها كده وبرضك في نفس، بس لازم اسلكت زي ما قلت كده، واخترت الاري اللي هيعمل له ترانس، هيعمل لكل خليه معادله. بس هدوس كده هقفل دي كده وخلاص كده، وبعدين ادوس على شيفت اللي هو شيفت كنترول وشيفت وانتر، اثبت ايدي على كنترول وشيفت وهدوس انتر على لوحه المفاتيح. هبص الاقي النتيجة ان فعلا هم داروا بالمنظر ده. ايه الفرق بين بيست سبيشال ترانسبوز؟ ان مفيش ريليشن بينهم، مفيش علاقة بينهم، لكن هنا لا، هنا لو غيرت ال 44، يعني اول حاجة هنلاقي ان في كيرلي بريسز، دول اسمهم كيرلي بريسز، قوسين دول الاولاني في المعادلة، يعني في المعادلة في كيرلي بريسز كده بعد، وايه عمل ايه؟ عمل لكل واحدة نفس المعادلة موجودة، فكده هو عامل لينك. لو انا خليت ال 44 دي 77، اتغيرت هنا 77، 77 ده اللي لسه عاملها معاك، ودلوقتي دي عاملها قبل كده، امسح دي واسيبها يعني. بس انا عرفنا طريقة اللي هي ايه، عرفنا الترانسبوز فانكشن ازاي تستخدم. الملحوظة فيها ان احنا لازم بعد ما اول ملحوظه عندي هعملها تاني، يعني او انت اتفرج عليها تاني، بس انا هقول الملحوظه تاني عشان تبقى الناس اللي بتغلط في التنفيذ. يعني انا بسلكت الاربعه مع بعض، بعد كده ادوس على اف كاني ما عملتش حاجه، يعني بعد كده اختار الرينج اللي هي الاري، يعني بعد كده اقفل دي،
بعد كده ادوس على كنترول وشيفت وانتر، فهيجيب لي النتائج بتاعه ده، وهم هيبقوا مربوطين كوبي بيست لينك، يعني لو اتغير ده يتغير ده، ودي حاجه مهمه جدا، لان ممكن ده يكون في شغل انا بعمل شغل هنا وعايز الشغل يظهر بالطريقه دي، انا كاتب بالطريقه دي وعايز الشغل يظهر بالطريقه دي، هعمل بيه عليه عمليه تاني في الاتجاه ده، يعني غير ما تنفعش وهي كده. فبعد اوقات لما كنت بعمل ترانسبوز، لو عندي حاجه زي دي هنخش على حاجه اسمها ترانسبوز تيبل وزاوت زيرو. هو اساسا لما كانت في فيرجن من الفيرجنز، يعني لما اعمل له كوبي لجدول فيه خانتين زي كده وفيهم سبيسز، يعني اقول له كوبي واجي في اي مكان تاني، يعني اقول له بيست سبيشال، واقول له ترانسبوز، كان يعمل ايه؟ كان يجي مكان الخلايا الفاضية دي ويحط لي صفار، فانا مش عايز من غير صفر، عايز يجي، كان في فيرجن كده، لكن انا طبعا بقول لك دلوقتي ان هو اوتوماتيك بقى يعملها من غير صفر، بيعملها من غير صفر. طب فخلاص لو كان بيعملها، في بقى معادلة اهي، المعادلة دي طبعا لما هنخش في المعادلات، المعادلة دي هيكتب جوه ترانسبوز الفانكشن اسمها ترانسبوز اللي هي اللي بتتعامل مع الري، هيسأل سؤال لو الرينج بقى حسب اللي هو البي السي دي، ما اقصدش طبعا دول، يعني انا اقصد اي حاجة الرينج من اول هنا لهنا، يعني ممكن نكتبهم هنا مثلا، لو كان هنا هيبقى الرينج اللي هو اللي معمول لي دلوقتي اللي هو مكتوب 19 لحد اي 20 مثلا، هيتكتب كده بيساوي، لو بيساوي فراغ كوما، هيسيب الفراغ زي ما هو. دي معادلة اللي احنا قلنا كل واحدة فيها معادلة، يعني لو ما كانش بيساوي الفراغ هيرجع، هيكتب الرسالة، هيكتب القيمة اللي موجودة فيه، يعني هي مش، يعني هي بعض الناس بقى طبعا اللي هم هيبقوا مصممين اللي هيوصل لموضوع ترانسبوز وبيعمل معادلات وبيعمل تنسيقات هيقدر يفهم المعادلة دي. احنا لسه هناخد المعادلات وهناخد حاجات كتير جدا، بس ماشيين كده سنة سنة في التنسيقات والكلام ده، وتنسيق الداتا، يعني انا لما باجي انسق داتا بيهمني اعرف كلمة ترانسبوز دي. طب في حاجة اسمها ترانسبوز، احنا خدنا دلوقتي بيست سبيشال ترانسبوز، ترانسبوز فانكشن، وعرفناها ان هي بتعمل كأنها كوبي بيست، بتعمل ترانسبوز وبتعمل بيست لينك في نفس الوقت. طب هل ينفع اعمل بيست سبيشال ترانسبوزد وفيها لينك؟ ينفع، بس بنوع من التحايل، يعني مثلا على سبيل المثال هاجي انسخ دي اعمل لها كوبي، اهي كوبي، هنمشي خطوه خطوه، يعني انا ملاحظ انه في ترانسبوز اهو، واي تغيير بيحصل مثلا لو غيرت ال 13 دي خليتها 55، هلاقي الناتج هنا بقى 55. طب عملناه ازاي ده؟ بس دي كمان ما فيهاش الفانكشن اللي اسمها ترانسبوز، يمكن لما كان بيحصل بيست لينك وتغيير كانت في الدوال دي في كل واحده بيحصل فيها تغيير، كل واحده فيه معادله، لكن هنا في ترانسبوز فانكشن شغاله، لكن هنا لا، مش هنا الترانسبوز فانكشن مش شغاله، يعني هنا لو غير ال 11 دي اخليها 112 مثلا، هلاقي اتغيرت هنا، بس في بتساوي الخليه اللي هي الخلايا دي اسمها اي كام، اي 42، بتساويها ازاي؟ نقلت المعادلات دي كده وعملت لها ترانسبوزد ودورتها من غير ما استخدم الفانكشن اللي اسمها ترانسبوز، دي بقى اسمها ترانسبوز ماجيك، يعني دي كانها ترانسبوز وبيست لينك الاثنين مع بعض، بس ما اتعملتش بالفانكشن اللي اسمها ترانسبوز ايه فانكشن، ما اتعملتش بالترانسبوز فانكشن، اتعملت بكوبي بيست عادي. طب ازاي؟ قمت ناسخ مثلا المجموعه دي كده اهي، هنسخ في اوديعي زي ما هي كده كوبي، ولا اعمل واحده جديده خالص اهي، امسح كل الكلام ده ديليت، هنسخ اول خطوه هعلم المجموعه اللي عايز اعمل لها ترانسبوز دي واعملها كوبي، بعد كده اعمل بيست لينك، بيست سبيشال، بيست لينك، بيست لينك اهي، فجولي هنا بالمنظر ده، اي تغيير السبعة دي تيجي تتغير تبقى 55 مثلا، تتغير هنا بقى 55، هاجي لدول اسلكتهم كده وبعدين استخدم ريبليس
واقول له ريبليس علامة طبعا دي معادلات على فكرة عشان برضك نفهم، يعني دي معادلة، المعادلة هي بتساوي دي فوق دي، يعني دي بتساوي دي، يعني البيست لينك بتعمل معادلة، بس بدل ما بعملها بكل واحدة بإيديا، يعني دي بتساوي الخلية دي ودي بتساوي الخلية دي، بدل ما بعملها بإيديا بعملها بيست سبيشال بيست لينك. هعلم دول كده، ومن قائمة فايند أقول له ريبليس. ريبليس مين بقى؟ المعادلة اللي هي علامة يساوي بتاعة المعادلة، لأن هو بيتعامل معاها دلوقتي مش كقيمة، هيتعامل معاها كمعادلات. هقول له حط لي بين كل بدل يساوي علامات كده، أي كلام يعني، دي تلاتة دي، وأقول له ريبليس أول. فعمل إيه؟ شال اليساوي وحط لي التلاتة دي. هاجي أخد أنا دول بقى كوبي، واجي هنا اعمل بيست سبيشال ترانسبوز، هيجوا هنا في المنطقة دي بمعادلات، يعني اي حاجة تتغير في دول، يعني طبعا انا لما هغير دلوقتي الـ55 دي، هو مش لما اغير الـ55 دي هخليها 90، خلي بالك هعمل هنا الونها كده باي لون يعني بالاحمر، واخلي الارضية صفرة مثلا. هو التأثير ما بانش هنا خالص، لان دي مجرد المعادلة بتاعة البيست لينك، بتضاف لها شلنا يساوي وحطينا حاجة تانية. طب انا عايز ارجع في كلامي بقى، اشيل الدهات اللي هما التلاتة دي واحط بدلهم يساوي. هتقول لي ايه اللف والدوران ده؟ اقولك انا مضطر اعمل، مش بمزاجي، انا مش عايز استخدم الفانكشن اللي اسمها ترانسبوز، لان هتبقى عملية معقدة بقى، طبعا عملية معقدة ان اعمل لكل حاجة وحط يساوي، رجع يساوي هنا تاني، هنشوف برضك الفكرة دي، يساوي تاني واقول له ريبليس اول. ساعتها جاب لي القيم دي، حتى الـ95 دي جابها برضك اهي. لو حبيت اغير الـ90 دي تاني اخليها 4 4 4، خلاص بيتغيروا، يعني من غير ما يكون الدالة اللي اسمها الفانكشن اللي اسمها ترانسبوز مؤثرة معايا، ده بنسميه ترانسبوز ماجيك، يعني بتحايل عليه. طبعا هو المثال انا اديته عشان اقول ان احنا بنعمل تريننج على الاكسل، على كوبي بيست لينك، وازاي اعمل فايند وريبليس، كل ده تريننج على الاوامر اللي احنا خدناها. بكده يبقى احنا خلصنا الدرس الخاص بالترانسبوز، واتكلمنا فيه وشرحنا بالتفصيل الممل وكل حاجة يعني. اعتقد بس هو درس محتاج تركيز منك وتجربه بايديك يعني، وانا الملف ده هسجله وابقى ارفقه مع الشرح، الملف الاكسل ده هحطه على جوجل درايف وتنزله وتتفرج عليه، وتتفرج يعني تشوف الكتابات اللي موجودة فيه وكده. شكرا، سلام.